اهلا بيكم في قناة الايقونة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اهلا بيكم متابعين قناة الايقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد. فيديو النهاردة عن ان هيئة الرعاية الصحية قامت بفحص 6000 طالب ومشرف بامتحانات الثانوية العامة بورسعيد. واكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ان تم اجراء تحليل PCR للمشتبه باصابتها بفيروس كورونا، وتم عزل الحالات الايجابية مع صرف الادوية مجانا. واكدت الهيئة ان ما تمش رصد اي حالات اشتباه بكورونا في لجان الثانوية الازهرية بمحافظة بورسعيد. وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهي احدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن قيام الفرق الطبية المخصصة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد بفرز وفحص 6000 طالب وطالبة ومشرف بالمحافظة مع نهاية الأسبوع الأول للامتحانات، وده للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لضمان سير عملية الامتحانات في أفضل ظروف ممكنة خالية من عدوى فيروس كورونا المستجد. وقالت الهيئة أن تم رصد 4 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المشرفين على عملية امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال الأسبوع الأول من أداء عملية الامتحانات، منهم حالتين مخالطين لحالات إيجابية، وتم سحب عينة PCR وتوجيههم للعزل المنزلي. والحالة الثالثة كان بيعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وتم عزله بغرفة العزل بالمدرسة ومتابعة حالته الصحية إلى موعد انتهاء الامتحان، وكانت جيدة ولا تظهر عليه أي أعراض. وتابعت أن تم عزل الحالة الرابعة وتحويلها لمستشفى حميات بورسعيد لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتم رصد حالتين اشتباه إصابة بالفيروس بين الطلاب، وتم عمل اللازم واتخاذ الإجراءات نحو تأجيل الامتحان لهما مع توفير الرعاية الصحية لهم. وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن تم تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة ل 32 حالة أخرى من الطلاب والمشرفين داخل لجان الامتحانات يعانون من أعراض ما بين صداع ومغص وإسهال وألام بالمعدة أو أمراض مزمنة كأمراض السكري والضغط، وذلك ضمن خطط التأمين الطبي للحالات الطارئة والمرضية التي تدعمها الدولة للحماية من المضاعفات الصحية للطلاب وقت الامتحانات. وتابعت هيئة الرعاية الصحية أن تم فحص وفرز أكثر من 200 طالب ومشرف على امتحانات الثانوية العامة الأزهرية بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي حالة اشتباه بين طلاب ومشرفي امتحانات الثانوية الأزهرية منذ بداية الامتحان يوم الاثنين الماضي 22/6/2020 وحتى الآن، بينما تم تقديم الخدمات الطبية لست حالات من الطلاب والمشرفين يعانون من أعراض ما بين صداع وألام بالبطن وألام بالأسنان، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم وإعطائهم الأدوية اللازمة وقاموا باستكمال الامتحان. وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الإجراءات الطبية هيتم تطبيقها على أعلى مستوى، وأن الفرق الطبية كانت متواجدة في لجان امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بورسعيد قبل موعد بدء الامتحان عشان يتأكدوا من وجود تهوية طبيعية باللجان وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتوفير أدوية الطوارئ وأدوات الوقاية ومتابعة دخول الطلبة والمشرفين للجان بعد إجراء كشف قياس درجات الحرارة لهم، وكذلك استمرار التأمين الطبي منذ بداية من أول للامتحان حتى نهايته. وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت استعداد هيئة الرعاية الصحية بورسعيد للتأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2020 بالتنسيق والتعاون مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومديرية الشؤون الصحية بورسعيد، بهدف توفير الرعاية الصحية والوقائية للطلاب والمشرفين أثناء فترة الامتحانات. ويشار إلى أن محافظة بورسعيد هي أولى محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بها منذ يوليو 2019، وأن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي إحدى هيئات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية على 6 مراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية والأقصر وأسوان. والمرحلة القائمة حاليا والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فعليا يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد كخطوة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل أكثر من 100 مليون مصري
وفق أحدث المعايير الدولية. أهلا بيكم متابعين قناة الأيقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد. فيديو النهاردة عن إن هيئة الرعاية الصحية قامت بفحص 6000 طالب ومشرف بامتحانات الثانوية العامة بورسعيد. وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية إن تم إجراء تحليل PCR للمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وتم عزل الحالات الإيجابية مع صرف الأدوية مجانا. وأكدت الهيئة إن ما تمش رصد أي حالات اشتباه بكورونا في لجان الثانوية الأزهرية بمحافظة بورسعيد. وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية وهي أحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل عن قيام الفرق الطبية المخصصة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد بفرز وفحص 6000 طالب وطالبة ومشرف بالمحافظة مع نهاية الأسبوع الأول للامتحانات، وده للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لضمان سير عملية الامتحانات في أفضل ظروف ممكنة خالية من عدوى فيروس كورونا المستجد. وقالت الهيئة إن تم رصد 4 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المشرفين على عملية امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال الأسبوع الأول من أداء عملية الامتحانات، منهم 2 مخالطين لحالات إيجابية، وتم سحب عينة PCR وتوجيههم للعزل المنزلي، والحالة التالتة كان بيعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وتم عزله بغرفة العزل بالمدرسة ومتابعة حالته الصحية إلى موعد انتهاء الامتحان، وكانت جيدة ولا تظهر عليه أي أعراض. وتابعت أن تم عزل الحالة الرابعة وتحويلها لمستشفى حميات بورسعيد لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتم رصد 2 اشتباه إصابة بالفيروس بين الطلاب، وتم عمل اللازم واتخاذ الإجراءات نحو تأجيل الامتحان لهما مع توفير الرعاية الصحية لهم. وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن تم تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة ل 32 حالة أخرى من الطلاب والمشرفين داخل لجان الامتحانات يعانون من أعراض ما بين صداع ومغص وإسهال وألام بالمعدة أو أمراض مزمنة كأمراض السكري والضغط، وذلك ضمن خطط التأمين الطبي للحالات الطارئة والمرضية التي تدعمها الدولة للحماية من المضاعفات الصحية للطلاب وقت الامتحانات. وتابعت هيئة الرعاية الصحية أن تم فحص وفرز أكثر من 200 طالب ومشرف على امتحانات الثانوية العامة الأزهرية بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي حالة اشتباه بين طلاب ومشرفي امتحانات الثانوية الأزهرية منذ بداية الامتحان يوم الاثنين الماضي 22/6/2020 وحتى الآن، بينما تم تقديم الخدمات الطبية لست حالات من الطلاب والمشرفين يعانون من أعراض ما بين صداع وألام بالبطن وألام بالأسنان، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم وإعطائهم الأدوية اللازمة وقاموا باستكمال الامتحان. وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الإجراءات الطبية هيتم تطبيقها على أعلى مستوى، وأن الفرق الطبية كانت متواجدة في لجان امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بورسعيد قبل موعد بدء الامتحان عشان يتأكدوا من وجود تهوية طبيعية باللجان وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتوفير أدوية الطوارئ وأدوات الوقاية ومتابعة دخول الطلبة والمشرفين للجان بعد إجراء كشف قياس درجات الحرارة لهم، وكذلك استمرار التأمين الطبي منذ بداية من أول للامتحان حتى نهايته. وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت استعداد هيئة الرعاية الصحية بورسعيد للتأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2020 بالتنسيق والتعاون مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومديرية الشؤون الصحية بورسعيد بهدف توفير الرعاية الصحية والوقائية للطلاب والمشرفين أثناء فترة الامتحانات. ويشار إلى أن محافظة بورسعيد هي أولى محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بها منذ يوليو 2019، وأن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي إحدى هيئات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية على 6 مراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية والأقصر وأسوان، والمرحلة القائمة حاليا والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فعليا يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد كخطوة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل أكثر من 100 مليون مصري وفق أحدث المعايير الدولية.